كريم عليكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بألف خير. ضيف حلقتي لهذا اليوم هو شاعر كبير اشتهر بالعديد من الأشعار، واحنا اليوم راح نسمع أشعار بحياته ما سامعها. ضيف حلقتي هو الشاعر الكبير أستاذ. عندك طقوس خاصة في رمضان الشعرية؟ لا، هي حسب الدعوات والمناسبات، يعني احيانا تكون كاماسي خاصه بالشعر بعد الفطور وقبل السحور، ودعوات تلفزيونيه مرات. انا ما عندي ظرف خاص او اجواء خاصه بي، هي الايام والاحداث هي اللي تفرض نفسها على الايام على الاشياء. القصيده الاقرب الى قلبك؟ والله علي دشر قبل شويه قال لي عليها، بس هو طلع ما حافظ اسمها، مضمونها شلون. اكثر قصائد قريبه لنفسي خذني يمك. تسمعنا من هالشي بسيط؟ صار. خذني يمك، خذني يمك بعد ما ظل كل عذر لا تعتذر. ليل عمره عمرك مخلص بعد ما بي صبر. خلنا نلم احلامنا ونحفظ صورهن قبل لا ياخذن بدربه الفجر. وخلنا نلم الباقيات سنين وسنينك نسويهن عمر. وهن ما يكفن عمر. ونبدي من جدة وجديد بواهس سنين الزغر ولا وازان الكبر. خلي تمشي ايامنا بخطوة العاقل من عثر مرة ورجع يمشي حذر. خلي نعيش الحب ستر، خلي نضم ارواحنا ببيناتنا ويسرارنا ولا نشتهر. وافتخر بي ويروحك وانا ويروحي اضل بيك افتخر. خلي نسوي العشرة ورق ونصنع من الدمعة والضحكة حبر. حتى كل لحظة التمر بالجاي نكتبها شعر. خلنا نقول الماضي غلطة وذنب يسجل ذنب من ينذكر. حبني حبني لا تظل تعتذر، حبني واجبرنا على حبك. الروح ما تعشق لوين ما تنجبر، السيف ما ينهاب لو ماك الطبر. حبني لا تظل تعتذر واعترف راح اعترف لك، واحنا شو نفس الامر. اثنيننا نبعنا بسعر جوا السعر، اثنيننا نبقنا حدر شمس الظهر. اثنيننا السكين تانتنا نذر، اثنيننا توهمنا بالحب ننتصر. اثنيننا نعاني الغدر، واعترف راح اعترف لك قلبي كان شقد جسر. وانا كتفت الجسر وانا وزيت الحمام على النسر. والى اخر القصيدة. وهسه راح تبدي جولتنا الاولى ويا شاعر جبار رشيد. راح تبدي بنسب المشاهدة العالية اللي موجودة بقناة كرار على اليوتيوب، خلينا نشوف رد فعله. باع قناة باليوتيوب مو فيديو واحد، انما كل الفيديوهات هي كل الفيديوهات قريبة على المتابعين، فيديوهات كذا عفوية، فيديوهات بسيطة، فحبتها الناس ومتابعتها اول باول، لذلك هي على السوشيال ميديا مو بالشاشة وبس. والحمد لله والشكر وصل عدد المشتركين لحد الان 6 مليون والمشاهدات 2 مليار. انت كممثل تؤمن بالارتجال؟ انا يوتيوبر، يعني مو مرات امثل ومرات عندي فلوكات وقناتي متنوعة. ترتجل بمشاهدك، بمشاهدك على اليوتيوب ترتجل لو تكتبها قبل بوكيت؟ عادي عادي ارتجل واكتبها واصورها عادي، شنو المشكله؟ يعني انا كيوتيوبر مو انه ممثل انه شاشه فضائيه او مسلسل. يعني تكتب ستوري بورد؟ اي نعم انا اكتبهم. خلونا ننتقل لليوتيوبر ازهر ماهر. تؤمن بالجيل السابق؟ بالبدايه شكرا على هاي الاستضافه الجميله، شكرا لقناة طليعه. الجيل السابق من تحكين من ناحية الفن أو كتنوع الفن بصورة عامة؟ الفن بشكل عام، بشكل عام. يعني الجيل السابق نقدر نقول مستهلك حاليا من الشباب، يعني مو بكثرة يتابعوا الشباب، فأكيد هي تعاقب الأجيال، لازم كل جيل يواكب جيله. فبالعكس هم يبقون البعض منهم قدوة لنا ونتعلم منهم، أما بس الجيل الحالي هو لازم سلسلة تعاقب الأجيال، فلازم يكون لنا دور بالمجتمع. اكيد تمام. انتم ممثلين اكيد وايضا شعراء صح؟ تمام. تقدرون تسمعونا ولو شيء بسيط تسمعون الاستاذ؟ لا انا قبل العفو ست بعد الاستاذ علي على 3 مليار يعني مشاهد. مليار اثنين بس اثنين هي ربع مليار هم هو يعني خلينا نقول فرض اي عيون قلب. قصدي بس المواضيع تختارونها يعني يعني ما وراء الفيديو ما وراء المقطع ايش تقصد؟ بالفتره الاخيره مع اعتزاز واحترام لكم واحنا نشجع كل الطاقات، يعني شيء جميل ان شباب هذا العمر اكيد طبعا ومن خلالكم اتمنى يعني
توصل رسالة للناس، يجوز ما وصلها الشاعر، ما وصلها الممثل، ما وصلها المطرب، ما وصلها أي واحد، يجوز الرسام، بس هم خلال هاي السرعة ولهم مشاهداتهم أتمنى أن يوصل. بالفترة الأخيرة جاي لاحظ بعض الألفاظ والمفردات، يعني كل الناس حفظتها، حتى الشباب والبنات والأطفال حفظوها من اليوتيوب، فأتمنى الله يوفقكم مليارين ثلاثة إن شاء الله، بس كون حلوة المليارين أستاذ مو نا مليارين يعني أنت لو بالصين شاعر بالصين ما تجيب مليارين إن شاء الله على أي حال. أتمنى لكم موفقين وإن شاء الله رسالتكم تكون سامية وجميلة. شكرا لك أستاذ، طبعاً كلامك حلو، وإحنا أكيد يعني كل مقاطعنا اللي نزلنا، يعني بالنسبة لي تقول أنت شايفني باليوتيوب، كرار ترى أقوى مني باليوتيوب، مع اعتذار يعني أكثر فيديو صار عليه نسبة فيوز باليوتيوب بالنسبة لقناتي عندي 10.5 مليون مشهد وصل عندي قبل شهر نزلته، واهم شيء هي رسالتنا توصل مثل ما تفضلت، أكيد واكيد طبعا. كل مقاطعنا اذا انا ولا كرار كل مقاطعنا هي هادفه هذا اللي نتمناه يعني، اي اكيد كوميديا الهادف اللي احنا نشتغلها، وكذلك هم نكتب الشعر يعني جزء اقوى منك بالشعر صدق من بالعافيه ما استاذ قصائدك اللي تسويها يعني تكتبها تتصور وتنزل على اليوتيوب؟ لا انا بس اللقاءات التلفزيوني يعني انا ما عندي قناه على اليوتيوب يعني هذا جانب كسول بي يعني أكثر فيديو حقق نسبة مشاهدة؟ لا مو هالدرجة مو هالسخن أكثر فيديو حقق نسبة مشاهدة؟ ما عندي أنا فيديو ثابت يعني أكثر فيديو يمكن قناة لشاب هو اللي منزله جايبة 2 مليون، أنا من النوع اللي ما مهتم بهذا الأمر يعني مو لي يضحك طبعا بالفترة الأخيرة يعني الناس اطشت لا وينك زين أنتم كشعراء كشعراء وكممثلين طلعوا لنا موهبتكم بالشعر. انت نكتب الشعر؟ اوكي. سمعت شعر؟ يلا. سمعت ماني؟ زين اللي ما حضر شعر عادي اوكي خلونا بالتمثيل خلونا. مثلتي؟ يلا اذا عندكم فد مشهد معين لو ردتوا صارت روح التعاون بين الشعر وبين التمثيل يعني بين الشاعر والممثل. اي. عمل مشترك. ما في شعر شاعر. عمل مشترك فرضا انتوا ردتوا استاذ جبار وياكم. لا اكيد انا مستعد وجاهز وبخدمتكم. شنو اللي راح تنطونا بالفيديو؟ جيبه ويانا بمشهد هذا شكو بيها. عندنا مشهد هذا المشهد. عندنا مشهد هذا الأسبوع هسه قبل اللقاء قبل ما تخاورونا يعني أنا هسه ما ضل عندنا وقت لازم بعد قليل لازم نطلع لأن عندنا تصوير مهم جدا وعندنا سفر فما راح نقدر نطول بالبرنامج والمشهد عندنا مشهد هذا الأسبوع عادة داير يجي مثل ويانا شكو بيها. اشرحوا له فكرة المشهد حتى يعرف. بس لحظة وين بدأ المشهد الجديد؟ عشان كل الادوار كلها كامله اي هاي هاي السبع دقائق شيء من تفوت من الباب مال المايك اصلا هاي من يفوت من الباب يعني خليه انا 10 ثواني خليه بس وعي 10 ثواني من يفوت انت يلا اي ما ابي شيء صار كرار مثل ما تفضل نضيفك شكرا يا بخدمتكم انا ومستعد امثل وياكم حتى لو ابسط مشهد يعني شكرا هو ان شاء الله مشهد واحنا مو نقول بسيط احنا كل شغلنا قوي بس احنا مختارين المشهد اللي هو 7 دقائق مثل ما تفضل استاذ كرار بس اضيفك بي انا اخر 10 ثواني حاضر انا بس على فكره انا مو ممثل يعني علي يدري بيه متعامل من ضيفك شباب من الممكن انه استاذ جبار يكون اذا بيها خدمه لكم حاضر انا يعني انا بعيد عن التمثيل بس اذا بيها خدمه لكم حاضر اي لا بالعكس احنا خدام لك بس يسلم. انت اكيد شاعر من قدامك ويقرا الشعر شو تقول له؟ الله طبعا اذا شعر شعر اي فهو بالمشهد انا راح اخليه كرار راح يقرا شعر بالتليفون الصديق تبي الشعر ويفوت من يمك تسمع انت بيت حلو مجرد الكاميرا الدور عليك تقول الله حلو هذا يعني هذا دور مهم وانا اعتبره اكيد اذا ابي خدمه العمل انا جاهز يعني اي اكيد لا حلو هسه الدور حلو يعني هو مستطرق ها وجاي يقرا شعر وانا عجبني اذا عجبني الشعر اقول له الله وبالتالي يعني كجبار رشيد يطلع بس عجبتني اضيفك بشيء ثاني يجوز لا لا بس هذا بعد لا 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 تضيفني لا استاذ هم يردون يطششوك يطششوك لا انا ما احب الطشه لا لازم انت محتاج الطشه انت كفنان محتاج الطش انا كسول فايب مال اليوتيوب ما محتاجه انا خلق لك شغله عمو عيوني حبيبي عم اعطيك اجل فلوس اجل اعطيك لا مو شغله فلوس انا مسألة اعطيك 200 دولار 200 دولار اي 10 ثواني 200 دولار وين حصلها؟ بس نطير مجال جاي بايسكل عندك شنو انت؟ مشاهدينا الكرام وهسه قررنا نطلع فاصل حتى استاذ جبار ياخذ راحته بالحديث اكثر لان الشباب قالوا له احنا راح نطششك ليش هو محتاج طشه؟ مو زين معقول 47 سنه انا طلعت وياهم بمشهد واحد هسه ما بعد صغيره انتي بنتي بعد صغيره لا استاذ مو صغيره شلون صغيره؟ ايش قد عمرك انت؟ انا عمري 18 سنه
مضبوط. انا اكبر منك ب 36 سنه. مو مهم العمر، لا العمر مجرد رقم. لا ممكن اذا المشهد او هذا الجمله شو تسمون انتم بالمثل. انت عندك كاركتر تدري ما شنو؟ يعني الكاركتر مال المشهد اللي قلت لك عليه من يوقع طشت تقول طش. هذا انت من تسويه بتعابير وجهك. هذا طش طش سولف لهم زين استاذ. عندهم مشهد انا طلعت بيه وياهم يعني بس اشمر الطشت من فوق السطح. انت شمر من تلقى الطشت؟ انت راح تقطش. لا ما حد يتلقى، هي الضربه بالصوت. هي الضربه بالصوت الطشت. اسمحي لي اسمحي لي. ومشهد الصونده يا اخي طلعت صونده، انا طلعت صونده من مجال. بنت بنت الله يخليك عمو، انت ذا فاهم الامور هيجي طش وطشه. يا انا قد ابوك بابا ما ذا فيديو. اليوم انت فنان وانا فنان. شفت هي هاي مأثرة عليكم الظاهر. مأثرة عليكم بدون ما تدرون. يعني شنو مأثرة علينا؟ زين استاذ اوكي، خلونا من التمثيل، شيلونا من سيرة التمثيل. اضافة الى موهبتهم هم كممثلين هم ايضا شعراء. عاد نسمع يعني خلي يسمعوك شعر. لا هم شعراء كانوا وصلون عن مو عن طريق البرنامج، كانوا وصلون من زمان. اصعدنا شعرها بالفيس. يلا يلا سمعوا ستوريات حتى ما يحكم عليكم من الحوار بس. لا صدق ست دقيقة يعني. نعم ست بس مرة بس نريد نسمع. ما اعرف شلون فاهمين الموضوع ما ادري. لحظة هم يردون يسمعوك. لحظة شباب هم يردون يسمعوك القصة. لا انا خليني اشوف عمار 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 ربيع وينه؟ ليش هو؟ هسه الاجور تحصل. لا ابني الله يخليك الاجور تاخذها. هم خايفين من السرقة. بنتي الله يخليك عفوا. يخافون عفوا قصيدتهم. عمار عمار انا ما اكمل. لا اسمع منك ولا تسمع مني. ما اسمع منك. هذا شعر طلعت كرار وكرار رد عليك. انت انا ما اعرف الشعراء. ايش فيك انت صار لك ساعه؟ انا عرفتك من اول كلمتين. اقعد فكني زين استاذ. اسمع الشعر بس اسمع. ولا اسمع الشعر. اسمع. لا اسمع لازم تسمع. انت ما تدعم المواهب الشبابيه. لا يا ابا انتم شلون فاهمين؟ انت ما تدعم المواهب الشبابيه. انت ضد. هذا دليل على انه انت خايف من وجودهم. شنو هذا؟ عيني سيت سيت. رجعينا من الفاصل. خلي نكمل الحلقه. رجعينا من الفاصل. ما تكمل. لا لا انا ما كملت. شنو مشكله؟ خيطون اجوره ويروح. استاذ جبار يخاف؟ هسه عم انا اعطيك اجور بس اعطيني فلوس. وبعد مو نص ساعه قرر استاذ جبار انه يغادر الاستديو بسبب اسلوب وطريقه كلام الشباب المستفزه، وقلنا له وقنعناه انه يبقى حتى يسمع اشعارهم بلكي يقدر يستفاد من عندها شيء، ولا هو كان كلش ما مقتنع وعصبي بس قاعد الخاطر. لا تحن في شيء اليوم. اسمع مني. تقعد يا ابني. والله اسمع. علي وليد. ها؟ لا تحن في شيء اليوم لان ما حد يفيدك. الله الله. احتمال اكو ديك ينكرك بايدك، ينقرك العب. هذا اذا نقرك بعد ما تقدر ايدك ايش توقف. اسمع استاذ. هذا شعر قوي. اذا انتم مو معترفين به احنا نعترف. عمار عمار. قلت شنو ديك؟ استاذ جبار قاعد ويديك؟ يعني شنو شايف ديك؟ هسه سمعك؟ لا بابا شايف. شعر؟ يلا سمع. قال مقبل على استاذ جبار. خلينا نسمع عيني. بس مو جاي نقرا شعر استاذ. شنو المشكلة؟ زين اوكي خلينا نسمع شعر كرار. يلا كرار. خلينا نسمع. بعد لا تقول الاخ لما تشعل الطباخ. الله. احتمال ياثر على السقف. وهسه مشتغل الطباخ. الله وينكو هيك استاذ يا شعره سيتي. يعني هاي مناشده عبر قناتكم انه لا تخلون الجهال. تعال عيل تعال. عم والله شرف لكم. تعال وين وين ابو الصوت. لا استاذ ليش لحظه. بعد ما تحمل استاذ جبار سماع الهيجي اشعار قرر يغادر الاستديو، لكن قبل ما يغادر كان اكو شيء بنفسه يريد يسوي. ايش تتوقعون؟ عمار لا صف صف وهذا لوي. مو لوي عيب. احترموا الانسان مقابلكم. استاذ جبار اطو اجوره شاعر كبير استاذ اجوره. شو خليني اقول لك عمو بالدار علي العظيم اطو اجوره. انا عندي كرامه الانسان. اقول لك كرار. هسه احنا وين؟ زين القي له قصيده الهر. احنا عندنا قبل ما يروح حتى ما نلحق. جايبيننا شنو هاي استاذ؟ لا تتجاوب ترى صوره. صورك صورك وانا لا خل اقول لك واخر استاذ لا مد ايدك علي اصورك انا زك. لا ما اضرب ما اضرب اي دقيقه بس اه من قناة الطليعة. هذا المقلب استاذ. مقلب والله العظيم مقلب. كم بس رايك فيها مقلب استاذ مقلب. لازم تسمع قصيدة الهر قبل يا بس اسمع. استاذ احنا نشكرك ونشكر جيتك عشان هذا المقلب بس حتى نرسم البسمة على شباب متابعينا متابعي قناة الطليعة. خلي قبل ما نختم الحلقة نختمها بقصيدة من قصائدك الجميلة حتى يكون خلاص. لا خلي يقرون مال الهر ما ادري. لا اريد ابو ذيه منك هدية للجمهور.
لكم ولكل مشاهدين. 3 مليار 6 جاكي شان ما عاد 3 مليار. صحيح يعني. قد عم لك؟ صحيح والله العظيم يعني مو شق. 3 مليار. استاذ شلون رجع الحلقه صدق؟ يقصد جميع المشاهد راح نتعارك صدق. استاذ المشاهدات الكليه يعني. الكليه قدام الشاشه. الكليه لو الجامعه. والله. وانا هذا اتذكر هم طالب كامل يعني شايفه بهيك. هو هذا جزء ثاني. ها. يلا استاذ خلينا نختمها بقصيده. قصيده تقول. اسكت لك. لك يا استاذ. لا لا دلينا عليك سنين تايه ذيك. مشاية دورة خاطر ندلك عرفنا لشخصك رايد احكي وياك بس كلمة وبعد ما غير هنقلك واحدة من الثنين وواحدة راح اختار لو كلك احبك لو احب كلك الله احبك كلك احنا نعتذر منك استاذ جبار على هذا المقلب. مشاهدينا الكرام خلصت حلقتنا ويا استاذ جبار لكن مقالبنا بعدها ما خلصت ويا باقي فنانينا. خلينا نشوف حلقة باكر ايش راح يصير بيها. بالدليل هسه مثلك انت هذا اللي بيه قله وعي هذا اللي جاي تقدمه من خلال طرحك هسه انت بدل جاي تخليني اكمل. جدك انا ما اعرفك. ها؟ اليوم هسه اطلعك بشارع. هسه انا هم ما اعرفك يعني مو هاجمك. يعني هاي النجمه اللي تحكي عنها هي بدت صغيره ويانا بمسرح الطفل. كلش مو معدل. سعود سعود سعود